دكتور علي جاهز؟ جاهز دكتور. جاهز دكتور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. زملائنا الأعزاء، أسعد الله مساءكم، نرحب بكم في هذه الجلسة المسائية العلمية الفلسفية. نشكر الأساتذة من مختلف دول العالم الحاضرين معنا اليوم، لا سيما الدكتور الروائي نجم موالي، ودكتور مخلص، ودكتور سعيد المرهج، وعميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور محمد فرج، وكل الأساتذة من مختلف الجامعات العربية والعالمية، ولا سيما أساتذتنا في كلية الآداب الجامعة المستنصرية الرائعة. اليوم حقيقة سنكون مع الأستاذ الدكتور فيلسوف كلية الآداب الدكتور علي المرهج، وسيتكلم عن الفلسفة والرفض. حقيقة دكتور علي رئيس تحرير مجلة كلية الآداب وصاحب الآراء الفلسفية المثيرة للجدل، حقيقة أنا أتابع دائما وكثير ما يثير الجدل سواء في أروقة الجامعة أو في وسائل التواصل الاجتماعي. من منا لا يتساءل باختلاف التخصصات، باختلاف الشهادات، وباختلاف الثقافة، الجميع يتساءل، وأغلبنا بشكل أو بآخر نستخدم التساؤل الفلسفي، والتساؤل في كثير من الأحيان قد يكون نتيجة رفضنا للواقع كما قال الدكتور علي. لذلك اليوم ستكون هذه المحاضرة عن الفلسفة والرفض، وفي بدايتها سنبدأ مع كلمة للأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر الخزرجي، عميد كلية الآداب وراعي المنصة الإلكترونية الدولية لكلية الآداب. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، السادة العمداء، الضيوف الكرام، العلماء المفكرين، الزملاء من مختلف جامعات العالم، جامعات العربية، الجامعات العراقية، الجامعة المستنصرية، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في منصة كلية الآداب الدولية. اليوم نلتقي مع علم من أعلام كلية الآداب وأعلام الجامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور علي عبد الهادي المرهج في محاضرة ثقافية معرفية عن الفلسفة والرفض. نتمنى لكم ولنا وقتا معرفيا ثقافيا مفيدا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شرفتم منصة كلية الآداب. ندعو الأخ والصديق العزيز الأستاذ الدكتور علي المرهج ليتفضل ويقدم محاضرته، مشكورا. شكرا لك دكتور عبد الباقي على هذه المقدمة والكلمات الرائعة في حق زميلنا الدكتور علي عبد الهادي. دكتور تفضل، الوقت لكم. مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يسعني إلا أن أشكر جميع الحاضرين من السادة العمداء ومن السادة المسؤولين، وشكر جزيل لأخي وصديقي أستاذ الدكتور عبد الباقي الخزرجي الذي هو أصر على أن أقدم هذه المحاضرة، وهي طبعا شيء بالنسبة لي أفخر به أنني أكون بين هذه الثلة الطيبة من العلماء ومن الأساتذة الجامعات العربية وغيرها، والعراقية طبعا على الرأس والعين. هذه كان مشروع محاضرة قدمناه في قبل مدة ليست بالطويلة في قسم الفلسفة، وآثر الأصدقاء بما فيهم السيد العميد الدكتور عبد الباقي أن أقدم هذه المحاضرة لما فيها من إثارة، كما تفضل أخي وصديقي الدكتور علي، أشكره جزيل الشكر على حسن الإدارة وحسن التقديم. طبعا هناك عنوان يستخدمه باشلر هو فلسفة الرفض. أنا لم أحبذ استخدام هذا العنوان لأنني كاتب في الفلسفة ولست فيلسوفا، هذه من جهة، وأدون لتاريخ الفلسفة، وكما يقال أن الفلسفة تاريخها
فبالتالي أنا أتفلسف قليلا حول موضوعات في تاريخ الفلسفة أذكرها على أنها تشكل نوعا من أنواع الرفض. طبعا أنا لا أتحدث عن الرفض ببعده الأخلاقي، هذه مسألة أخرى، أنا أتحدث عن الرفض ببعده القيمي، عفوا المعرفي وليس القيمي. كنا في قسم الفلسفة، ترأسنا قسم الفلسفة لمدة، فكنت أستخدم أنتقد فكرة أن سوء الظن من حسن الفطن كما يشاع في الثقافة العراقية وحتى في العربية، فأقول أن هذه في المعرفة وليست في الأخلاق، فالإنسان صادق حتى يثبت العكس. مفهوم الطاعة الإيجابية عند يعني مؤسسات في عسكرية أو التربية العائلية، ما ينبغي الطاعة هذا لا أتحدث عنه وإن كنت لدي ملاحظات عليه. مفهوم النفذ ثم ناقش، لربما سنناقشه في ثنايا ما نتناول من موضوعات، ولكنني أعتقد أن الفلسفة تقوم على الرفض، والذي أقصده بالرفض أن الفلسفة لا يمكن أن تقوم فلسفة إلا على نقد فلسفة أخرى أو على أنقاض فلسفة أخرى. تساؤل الفلسفة بحد ذاته اللي هو أرسطو تحدث عنه بوصفه نوع من أنواع الدهشة، هو حقيقة شكل من أشكال البحث عن معرفة يقينية، وبالتالي هناك داخل فكرة البحث عن معرفة يقينية هو نوع من أنواع إما الرفض أو القبول، واللي راح نمر عليها اللي صارت عندنا مدرسة شكية اللي أو الريبية اللي هي قائمة على التشكيك بمصداقية أي قول، أن هناك قول من الممكن أن يحمل يعني تأويلين أو نوعين من المقبولية، من الممكن أن يكون صادقا عند جماعة ما وكاذبا عند جماعة أخرى إلى آخره، وأيضا ما تحدث عنه الصفصطائيون. عندي مفهوم الرفض يرتبط بمفهوم مقولة الله، وبحد ذاته هذه نسعى للتمرد على القيم السائدة في مجالات المعرفة وما يتعلق بنقل الجانب القيمي للجانب المعرفي، وأنا أعتقد هذا يحتاج لنا كثير نشتغل عليها، أنه كثير ما ينعكس، وطبعاً إذا استخدمنا أنه الإنسان ابن بيئته، وإذا استخدمنا أنه ما يذكر على الوردي بمفهوم التنويم الاجتماعي كمساوٍ للتنويم المغناطيسي، فبالتالي أن الإنسان لا يمكن أن يتخلص من ما ورثه، وهذا الإنسان الذي يتخلص هو الذي يمتلك نزعة فلسفية، ولذلك مثلاً علي الوردي يميز بين المثقف والمتعلم، وأنا من وجهة نظري أن مفهوم المثقف هو مفهوم الإشكالي، ولكن مفهوم الفيلسوف إلى حد ما مفهوم أقل إشكالية من مفهوم المثقف، وما طرحه علي الوردي حول مفهوم المثقف ينطبق على مفهوم الفيلسوف، بمعنى آخر أنه يقول أن هذا الفيلسوف هو الذي يستطيع أن يتخلص من الأطر الدوغمائية طبعاً أو سياج الدوغمائي بعبارة محمد أركون، أو الأطر الفكرية اللي يسميها علي الوردي أو القوقعة الفكرية. بالتالي هذه كلها الإنسان الذي يستطيع أن يتخلص أو يخرج خارج الصندوق وخارج القيود دكتور علي. دكتور علي عبد الهادي أعتقد هناك خلل بالصوت، دقيقة واحدة سنتصل بالدكتور. أستاذ علي نعم دكتور، اضغط على المايك. نعم دكتور، فما ادري صار عندي قطع بالحديث دكتور علي. نعم نعم أقول. دكتور تقريبا انقطع قليل. اي فكنت اتحدث عن مفهوم المثقف ومفهوم الفيلسوف، اللي قضيه اللي اريد ان اربط مفهوم الله
بمعناها المعرفي، والإنسان الذي يستطيع أن يتخلص من قيود التنويم الاجتماعي أو قيود القوقعة الفكرية أو السياج الدوغمائي إلى آخره من هذه الألفاظ التي تستخدم لأن الإنسان يكون ابن بيتا ولا يتخلص من الانتماء إلى عقيدة معينة وإيديولوجية معينة على أنها هي الحقيقة النهائية وغيرها كلها يعني محط رفض أو محط تشكيك، ولا تشكيك لمجرد ليس تشكيكا معرفيا، وسنمر على هذا. بالتالي عندي مفهوم الرفض مرتبط بمقولة الله وهي بحد ذاتها نزع للتمرد، وعلى السياسة وعلى القيم وعلى النزعات التقليدية كلها. طبعا فيها نزوع للتغيير وأيضا بناء للذات الفردية واستقلالية العقل، وإذا تلاحظون أنه هذه بناء الذات الفردية هي يعني إذا أخذنا صفات الفيلسوف أن الفلسفة طابعها ذاتي، يعني نقول فلسفة سبينوزا، فلسفة ديكارت إلى آخره، وحتى نستطيع أن نقول فلسفة دكتور انقطع عندك الصوت إذا تسمعني دكتور علي. دكتور علي دكتور علي دكتور علي إذا تسمعني الصوت عندك انقطع. عفوا زملائنا أعزاء على القطع، فقط نصف دقيقة أن نتصل بالدكتور ونأمن الاتصال. نعم، رجع الاتصال مع دكتور علي عبد الهادي. نعم دكتور علي عبد الهادي تفضل. دكتور علي تسمعني؟ نعم دكتور نسمعك. يعني هذا دكتور. انا حظ اليوم ما اعرف وياكم، يبدو الاشياء تسير بعكس ما ارغب. يبدو أن الطبيعة ترفض هذه المحاضرة اليوم. أي الكهرباء ترفض. فبالتالي هذه اللي ذكرتها السمات الذاتية واستقلالية العقل وقدرته على اتخاذ قرار وشعور بالمسؤولية، كلها هذه تنطبق على إما صاحب نزعة فلسفية أو نزوع فلسفي أو فيلسوف، أما غيره من الأيديولوجيين ومن العقائدين ومن الدوغمائين هو لا يستطيعون أن يقولوا لا، لأنهم يعني أقرب لفكرة الاتباعية والتبعية منهم إلى والتقليد منهم إلى فكرة بناء شخصية مستقلة. إذن مقولة الله هي شكل من أشكال الرفض، وأنا يعني أقول جملة أنها ممانعة وسير باتجاه الوعي الفردي وعدم الانسياق مع الجمع أو قل مع القطيع، لا بأس. فلسفة الرفض تقتضي ليس الوعي فقط بل ما يمكن أن تسميته الوعي المسؤول، وهذا الفهم للرفض يدفع باتجاه كما قلت الاستقلالية، ولا يعني هذا رفض الجماعة لأنها جماعة، بل وعي دور الفرد فيها
كفرد له دور وله ما يؤديه داخل هذه الجماعة، ولا ينساق معها على أنه على أن هذه الجماعة أو يعني حشر مع الناس عيد كما أستطيع أن أقول. في تاريخ الفلسفة أستطيع أن أضرب أمثلة كثيرة على أنها شكل من أشكال الرفض. يعني إذا أخذنا مثلا هرقليطس ومقولته الشهيرة أنك لا تنزل النهر مرتين، فيها شكل من أشكال الرفض لمفهوم الثبات، مفهوم اليقين سواء اليقين المعرفي وحتى سواء الحفاظ على شكل واحد من الوجود، يعني رفض إلى فلسفة يعني الواحدية خلينا نسميها وما يشبه فلسفة بارمنيدس. الصفسطائية اللي هي فلسفة رفض للإيمان بقول الحقيقة الواحدة أو الحقيقة المطلقة اللي يقول بها أو يقول بها سقراط وتلميذ أفلاطون فيما بعد، اللي انتقد الصفسطائية وشوه صورتهم على طول التاريخ، ونجد أن هناك دفاع عن الصفسطائية على أن ما نقله ما نقله أفلاطون هي ليست حقيقة الصفسطائية، ولكن لأنهم شاركوا في إعدام أستاذه سقراط فبالتالي كتب عنهم أشياء كثيرة لربما هي لم تكن موجودة بحدود كبيرة. فإذا فلسفة بروتوغوراس أو الصفسطائية اللي هي يعني الإيمان بالمعرفة الحسية، أنا إنسان وأنت إنسان، أنت تدرك شيء وأنا أدرك شيء، الإنسان مقياس الأشياء جميعا، كل هذه المقولات اللي ذكرتها الفلسفة الصفسطائية يتنم عن رفض لمفهوم المعرفة اليقينية. وبالتالي أيضا إذا أخذنا ردها يعني المقابل لها اللي هي في فلسفة سقراط، أنه يرفض كل يعني فكرة المعرفة القائمة على يعني على الفائدة، على رفض خلينا نسميها الديمقراطية الأثينية بشكل أو آخر، رفض لفكر الصفسطائيين وفكرة النسبية، محاولة ربط العلم المعرفة بالفضيلة، هذه كلها فلسفة قائمة على الرفض، وأدت به إلى ما أدت أنه وصل إلى الإعدام وتجرع كأس السم، وهذه يعني حادثة تاريخية معروفة. فلسفة سقراط بالرفض أنه حاول أن يعلم الشباب يعني الصفسطائيين أو الأثينيين بشكل عام، يعني ما عدا الشباب هم كانوا يسيرون مع سقراط ويؤمنون بسقراط، وبالتالي فلسفة الرفض قد تؤدي إلى أن يكون صاحبها هو الضحية. في الفلسفة الأفلاطونية مثلا إذا أخذناها نموذجا للرفض، تعرفون أن الفلسفة الأفلاطونية تقوم على الفصل بين عالمين، عالم واقعي وعالم مثالي، والعالم الواقعي هو العالم الزائف والعالم المثالي هو العالم الحقيقي، بالتالي هي تخلق عالما آخر غير العالم اللي احنا نعيش فيه، وترفض هذا العالم بوصفه عالم زائف. ومعروفة هذه أسطورة الكهف اللي أن الناس يعني شبه الناس ترى العالم الواقعي على أنه ظلال شبهه وتظن أنه الحقيقة ولكنها لم ترى الشمس. في المقابل هو أيضا رفض الحكم الديمقراطي، وهذه فد مسألة مهمة، يعني نحن كثيرا الآن في شيوع الفلسفة الديمقراطية والفكر الديمقراطي ودفاعنا عن الديمقراطية، ولكن أعتقد يجب أن أو ينبغي أن نقف عند رفض أفلاطون للديمقراطية على قاعدة أن فيها يتساوى صوت الجاهل مع صوت العالم، وهذا من الممكن أن يكون مأخذا حقيقيا على الديمقراطية، أنك في صناديق الاقتراع ترمي ورقة وغيرك من الجهل مئات يرمون أوراقا، هم أتباع، وهؤلاء الأتباع هم يجيدون الولاء لشخصية ما، أما الشخص اللي هو عنده وعي نقدي أو وعي فلسفي هذا لا يتبع. فلا يعني أن هناك عدد كبير لا يؤيده من البسطاء الناس أنه لا يصلح لإدارة الدولة، ولذلك هو يؤمن
الأرستقراطية ويؤمن بحكم الأقلية أو القلة بإدارة الدولة، لأنه يعتقد أنه الرعاع مثلاً هم الذين أعدموا أستاذه، والذين يؤمنون بالديمقراطية هي أنهم لم يعرفوا قيمة مثلاً سقراط، هذه واحدة. والعمل لا يدار بالأغلبية وإنما يدار بالكفاءة، لذلك عند عبارة يقول أن الديمقراطية نظام سياسي يديره الحمقى. طبعا الأفضل أن يدير الدولة هو من يعرف قيمة ما نسميه الكفاءة، وأن الدولة ينبغي أن تقوم على الكفاءة. لأنتقل قليلا إلى الفلسفة الإسلامية، وأعتقد أهم نموذج أو النموذج لها ونموذج إشكالي أيضا، يعني هذا أكيد المتابع أصدقائنا أنتم تعرفون، مثلا الغزالي هو النموذج اللي هو مهد لفكرة الشك وشكك بالمعارف ورفض المعرفة بالحسيات ورفض المعرفة بالعقليات، وكتاب المنقذ من الضلال تعرفون تحولاته، ووصولا إلى المعرفة الصوفية أو المعرفة الحدسية التي تنكشف له المعرفة أو نور يقذفه الله في الصدر كما يقول في كتابه المنقذ من الضلال. وهناك الكثير من الكتاب الذين كتبوا عن مفهوم الشك عند الغزالي وعلاقته بالشك عند ديكارت، ومنهم يعني أستاذ الأزهر اللي هو محمد زقزوق لديه كتاب شهير. في الفلسفة الإسلامية، أنا أعتقد الفلسفة الإسلامية قامت على فكرة الثبات. دكتور صوتك شوية مو واضح، صار تقطيع بالأخير، الصوت مو شوية مو واضح جدا. يعني حينما تحدث عن غزالي واضح كان دكتور علي؟ تقريبا آخر 10 ثواني انقطع عندك الصوت الباقي. يعني أنا أقول أنه الغزالي إشكالي، وهو في كتابه مهد لمرحلة شكية أو الإيمان بالشك، وهناك من ربط بين الشك عند الغزالي والشك عند ديكارت، ولكن هناك اختلاف كبير ومن الممكن أن نمر عليه لو أتيحت لنا فرصة ثانية. وصولا إلى معرفة يقينية، إذن هو شك من أجل الوصول إلى معرفة يقينية، وهناك من يعتقد أن كلا الشكين هو شك، هما شك منهجي عند ديكارت وعند الغزالي. ما رغبت بالقول به أن الفلسفة الإسلامية، وهذا يعني ما تنبه له أيضا علي الوردي وكثير من الكتاب الذين ينتقدون الطابع التأملي والمثالي في الفلسفة الإسلامية، وأنا ذكرت في مقال إلي عنوان الفلسفة والسلطة، وذكرت أنه هناك من يعتقد أن الفلسفة لا تنشأ إلا في فضاء الحرية، وهذه طبعا ما ينبغي أن يكون في الفلسفة اللي تهتم بالحريات وحرية الإنسانية، ولكن الفلسفة التي تبحث في الميتافيزيقا وفي الوجود وفي أصل الوجود وهل العالم واحد أم متعدد، هذه لا تحتاج أن تنشأ في وسط حر. والدليل على ذلك أن الفلسفة الإسلامية وحتى الفلسفة اليونانية بشكل آخر معروفة، هذه هناك من يربط حروب الإسكندر يعني دور لأرسطو، ولكن مع الفلسفة الإسلامية هي نشأت مع المأمون، وهناك من يروي أنها كانت بسبب حلم المأمون بأرسطو وخاطبه أرسطو إلى آخره. إذن هي تتساوق بحدود كبيرة في أنها تحافظ على نظام السلطة ولا تتعارض معه. وإذا لاحظنا كل تاريخ الفلسفة، حينما يصل الفيلسوف إلى نقد السياسة أو نقد السلطة، واللي هو دائما يعتقد يعني يطرح في مضمر كتاباته كل فيلسوف أن الفيلسوف هو القادر على إدارة الدولة، كما حدث مع مثلا فارابي في مفهوم المدينة الفاضلة، وطرح أن الفيلسوف هو الأحق طبعا بعد النبي، لأن النبي يجمع صفتين الحكمة والنبوة. وصولا إلى ابن رشد اللي أيضا يؤمن بفكرة الفيلسوف والحاكم، ولكن انتقد الموحدين، فحينما انتقد الموحدين وحصل ما حصل وحصلت النقمة على ابن رشد، وبالتالي أحرقت كتبه. وهناك مثلا محمد أركون يقول أن، وحتى محمد عبد الجابر، أن اللحظة التي أحرقت بها كتب ابن رشد و هربت بعضها إلى أوروبا هي كانت الحد الفاصل بين غياب العقل العربي وأفوله، و
خلينا نسميها تنويرية، بداية اللحظة التنويرية في الثقافة الغربية، لأن بروج شكل مدرسة فلسفية في الغرب، اللي هي مدرسة الرشدية اللاتينية اللي تقسمت إلى قسمين، وهناك من يربط فلسفة توما الأكويني بفلسفة ابن رشد. الدكتور عايش قد أنا عند الوقت الباقي حتى أتحكم به؟ دكتور عندك بعد وقت يعني تقريبا 15 دقيقة. حتى أقدر أوظف الوقت. طبعا عندنا في الفلسفة الوسيطة أفضل مثال هو أورنستين، اللي هو عنده عبارة أن الذي يشك هو الذي يحيا، وأيضا ما ينطبق بحدود كبيرة على نقد الفلسفة الإسلامية هو ينطبق بحدود كبيرة على نقد الفلسفة المسيحية، وإن كنت يعني أنا تحفظ على وهي سائدة طبعا عبارة الفلسفة المسيحية عبارة الفلسفة الإسلامية، وهناك من يسميها فلسفة العصور الوسطى، ولكن الفلسفة الإسلامية هي اللفظ الأكثر شيوعا. من جهة ربط الفلسفة بالدين، هل هناك علاقة بين الفلسفة والدين؟ وأيضا أنا تحدثت كثيرا في كتابات مقالات على أنه الربط هو ربط ما يتمناه المتدينون المعتدلون وما يتمناه الفلاسفة التوفيقيون، يعني كأنها لعبة استراتيجية بين هؤلاء وهؤلاء، وكل المتطرفين من الجهتين يسحب الفلسفة من الدين، مثلا الفلاسفة، والراديكاليين المتدينين يسحبون ويرفضون الفلسفة برمتها. إذن هناك يعني نظام للرفض. هذه المساحة اللي هي موجودة في فلسفة العصور الوسطى، والفلسفة يعني فلسفة العصور الوسطى الإسلامية ومسيحية، هي تحاول أن تجعل الدين في الفلسفة في خدمة الدين، وإن تكون لدي طبعا بالذات الفلسفة المسيحية أكثر. وإذا لاحظنا كتابات مثلا القديس أغسطين اللي هو كتاب مثلا على سبيل المثال مدينة الله، ولكن إذا قارنا الفلسفة الإسلامية بالفلسفة المسيحية، من وجهة نظري أن الفلسفة الإسلامية استطاعت أن تمرر خطابات الرفض بشكل أو آخر. تجدها في كما قلت في أن الفيلسوف هو القادر على الحكم، تجدها في كتاب مثلا حي بن يقظان في يعني هذا المعرفة الصوفية، يعني أبسال وسلامان وحي بن يقظان، وأنه هو يمثل نموذج التفلسف خلينا نسمي الحرية الآخري. ولكن كلاهما بحدود ما يوظف الفلسفة لصالح الدين، بمعنى أن الفلسفة ليست مهمتها هو اختراق القول الديني أو المسلمات الدينية، بل محاولة البحث عن في الخطاب الفلسفي. وهي عبارة اللي هي عند ابن رشد دائما أذكرها، يقول أن أرسطو هو الرجل الذي كمل عنده الحق، والحق لا يضاد الحق، بس هاي مهمة، والحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له. طبعا أنا أتيت بنصين، نص من كتاب التهافوت اللي هو تهافت التهافوت اللي هو عند ابن رشد، أرسطو الرجل الذي كمل عنده الحق، أو بالشرح أعتقد شرح الطبيعة، بس على الأغلب لا بالتهافوت، وكتاب من فصل المقال. فصل المقال يقول الحق لا يضاد الحق، إذن قول أرسطو حق اللي هو الفلسفة، وقول القرآن والإسلام حق، والحق لا يضاد الحق، إذن يوافقه ويشهد له. هذه العبارة هي عبارة أنا سميها عبارة مفخخة، يعني إذا أرسطو الرجل الذي كمل عنده الحق، فبالتالي ما يبدو في خطاب ابن رشد أنه يرفض أو يريد أن يسحب الفلسفة الإسلامية لصالح أرسطو، وحينما يأتي بالحق الآخر، وهناك من يقول بحقيقتين، ولا أريد أن أطيل الحديث لأن تفصيلات الفلسفة الرشدية بإشكالاتها، وبالتالي هي من انتقلت لأوروبا وللغرب تحولت إلى شكلين، شكل الفلسفة الإلحادية والمادية يسموها، وشكل الفلسفة الروحية وامتداداتها. يعني إذا انتقلنا ديكارت، وما أعتقد يعني كل أساتذة الفلسفة اللي هي مفهوم الشكل منهجي عند ديكارت، وأنا أفكر أنا موجود اللي هو الكوجيتو ديكارت، ولا تحدث ولا أطيل حتى أستغل ما تبقى لي من الوقت، ولكن قاعدة مهمة اللي هي أسس لها ديكارت في فلسفة الرفض، وأن تكون فلسفة ديكارت من وجهة نظري مهادنة للدين بشكل أو آخر، يعني ولكنها وحتى يعني في منطقة الاستدلال لربما هي شكل من أشكال الرفض
المنطق الأرسطي بصيغته القياس. ولكن في كتاب اللي هو حديث الطريق، مقال في المنهج لآخر، أكثر من ترجمة له، عنده هذه الفقرة التي يقول: أنا لا أؤمن بشيء على أنه حق ما لم يتبين لي أنه كذلك. فإذا هذه يعني تأكيد على رفض المعرفة التسليمية، تأكيد على رفض الموالات، المجرد الموالات. تعرفون إحنا مجتمع يحب، يعني حب وحشي وكره وحشي، ينطبق علينا هذا. وحينما تسأل أنك لماذا تحب هذا الشخص مثلا فلان اللي هو يحظى بشعبية عالية، لا يجيبك بأدلة عقلية، يجيبك بأن جده كذا، تاريخه كذا، عائلته كذا. لا يوجد لغة عقلانية للقبول والرفض، يعني الرفض عاطفي والقبول عاطفي. مع سبينوزا، أنا أعتقد مع سبينوزا يعتبر مرحلة مفصلية لنسميها علاقة الدين مع الفلسفة. وأيضا لا أريد أن أطيل، ولكن الموضوع مهم، اللي هو نقد المعرفة الدينية والتأكيد على أن التفسيرات البشرية أبعدت النصوص عن الجوهر الحقيقي، أو أبعدت المعنى الحقيقي في النص، وشكلت يعني رؤية أخرى للبشر داخل النص. وبعدين من مارس النقد التاريخي، ما يسمى النقد التاريخي للتوراة والنصوص المقدسة، واللي هو بعدين صار سبينوزا مشروع لكل نسميه ما بعد سبينوزا فيما يتعلق بنقد النصوص الدينية، اللي هو ميز حتى بين نصوص ما ينسب للنبي موسى عليه السلام وما له، وهذه مسألة مهمة. ولكنه مهد لقضية، أولا رفض السلطة الكنسية، وهذه مسألة مهمة، ورفض الأخلاق الكنسية، وبالتالي البحث عن خلق أو صناعة أخلاق ذاتية، وتأسس عليها يعني قضية أخرى اللي هي رفض الدولة الدينية. وهذا يطوى على مسألة مهمة اللي هو رفض الدولة العبرية القائمة على الفكرة اللاهوتية، اللي هي أن الله، أن اليهود هم شعب الله المختار، ولهم الحق في تأسيس دولتهم في مكان معين إلى آخره. مع نيتشه اللي هو يشكل مرحلة فاصلة في تاريخ الرفض، تاريخ فلسفة الرفض كما يمكن أن نقول، اللي هو نيتشه يشكل مرحلة فاصلة بين الحداثة وما بعد الحداثة، مرحلة فاصلة في رفض الفلسفة التقليدية بطريقة تفكيرها الشمولية واليقين المعرفي وكل القضايا اللي هي، وحتى قضايا التنوير وقضايا جعل العقل محور لفهم الحياة، وأيضا جعل العقل محورا لإدارة الدولة فقط، وإقصاء باقي التنوعات في الفكر الإنساني والميول الإنسانية، واللي هي وصلت إلى مع الوضعية المنطقية إلى ترفض كل معطيات الميتافيزيقا، بل ترفض كل معطيات الأخلاق بحدود ما طبعا، وأسست إلى وجهة نظر اللي هو ياسين خليل، دكتور ياسين خليل، اللي هو أيضا متأثر بالوضعية المنطقية، أستاذ الفلسفة العراقي للعرب طبعا، هذه لمن لا يعرف دكتور ياسين خليل، هو الذي يعني تأثر كما هو زكي نجيب محمود، تأثر بالفلسفة الوضعية المنطقية، ولكنه انتقدهم في فقرة جيدة، مقطع جيد، يقول أنهم انتقلوا من نقدوا ميتافيزيقا الدين، ولكنهم رفضوا ميتافيزيقا الدين، ولكنهم وقعوا في ميتافيزيقا العلم، فاستبدلوا ميتافيزيقا بميتافيزيقا. وهذا ما معناها التفسير الشمولي، أو أن هناك شيء من الممكن أن يفسر لنا أو يعطينا رؤية لفهم العالم عن ديناميكيته. نيتشه طرح مفهوم انقلاب القيم، وهذا وانتقد فكرة الخضوع بالفلسفة المسيحية وحتى بالدين بشكل عام، وفكرة العبودية. أيضا طرح فكرة الإنسان الفائق، هو الإنسان اللي هو يرفض كل الموروث العقائد والقيم اللي هو مفروض عليه، ويبني قيما جديدة. وهذه القيم الجديدة هي ليست شرطا أن تكون ليس لها أصل في القيم السابقة، ولكنها مؤسسة على وعي
مسؤول، خلينا نسميه وعي جديد، وعي بأهميته. وأيضا هذه رفضة للمعرفة التأملية وانتقاد لسقراط وانتقاد لأفلاطون. إذا فلسفة الرفض واحدة من يعني تأسيساتها خلينا نسميها هي واحدة من تأسيساتها الأساسية هي أنه نيتشه من وجهة نظري هو الذي أسس لها ومهد لوجودها. طبعا الماركسية في مفهوم النفي النفي وجدل الماركسي، ويعني حتى الفلسفة الوجودية، يعني تاريخ الرفض أنا أستطيع أن أتحدث عنه ساعات وساعات. فلسفة الوجودية في مفهوم القلق، في مفهوم العدم، مقولات الفلسفة الوجودية اللي هي الوجود يسبق الماهية، وبالتالي ما يترتب عليه أنه ما يترتب عليه أنه الإنسان هو الكائن الذي يستطيع أن يخلق كما هو يعني طرح نيتشه، اللي طبعا تعتبر الوجودية امتداد بجزء كبير لفلسفة نيتشه. أسست لأولوية الإنسان، خلينا نسميه الوجود الإنساني على الوجود المادي، وأن الإنسان هو مسؤول عن ذاته، وهو الذي طرحوا فكرة الاختيار وفكرة العدم نسميها. يعني هناك من ينتقد مثلا سارتر على أنه يؤمن بالاختيار، ولكن العدم غير واضح عنده. هو يطرح في كتابه ما هي الوجودية أو الوجودية مذهب إنسان يقول أن لحظة الاختيار هي لحظة العدم، بمعنى أنك افترض أنك دخلت للسوق مثلا فلديك عدة خيارات، فحينما تختار أنت عدمت باقي الخيارات الأخرى، فإذا هو رفض لباقي الخيارات واستنهار أو إيجاد لقضايا أخرى أو مسألة يعني اختيار آخر. في الماركسية اللي هو مبدأ نفي النفي هو أحد قوانين المادية الديالكتيكية، هو تبادل الأدوار بين المادي والحيوي، وهاي كلما كانت الحياة في تطور دائم مصيرها النهاية، والنهاية تعني القول بأن المادة لا تفنى ولكنها قد تتحول إلى نوع من أنواع انعكاس الوحي. علاوي أستاذ علي، دكتور علي حبيبي، فكرة صراع الطبقات في الماركسية أيضا اللي هي نفي للجديد ونفي القديم واستحداث للجديد، دفاع عن البروليتاريا رغم على ما فيه، على ما فيه من دكتور علي انقطع الصوت عندك. دكتور علي إذا تسمعنا الصوت انقطع عندك. أعتقد أيضا أن انقطع عند الدكتور الاتصال. فقط نصف دقيقة خل أتصل عليه ونشوف. نعم دكتور علي تفضل.
دكتور علي تفضل. تاخذ اليوم الانترنت ضعيف عند الدكتور، يعاني من مشكلة الانترنت، وكثير من الزملاء حقيقة ايضا يشتكون يدزولي على الخاص انه النت ضعيف والصوت عندهم يتقطع. دكتور علي تفضل. تفضل دكتور. دكتور علي اعطيناك الصوت، فقط اضغط على المايك. دكتور علي اعتقد دكتور علي عبد الهادي. يبدو ان اليوم الرفض مع دكتور علي لا يسير بشكل جيد. نعم دكتور علي عبد الهادي رجع مرة ثانية ويانا. دكتور علي عبد الهادي تفضل. دكتور اضغط على المايك حتى يتفعل عندك. دكتور علي نعم دكتور علي عبد الهادي تفضل. أكيد دكتور علي إذا تسمعني من الهاتف روح على شكل المايك بالجانب الأيسر بالأسفل اضغط عليه حتى يتفعل عندك، حوله على أوفر كول. دكتور علي إذا الصوت ما يعمل عندك سوي التسجيل خروج وارجع ادخل مرة ثانية، راح ينطيك يقولك تتصل بالصوت وتعطي موافق.
نعتذر عن هذا الخلل وهاي القطع اللي قاعد يحدث بسبب الانترنت الضعيف. دكتور علي قاعد اعطيك موافق، فقط اضغط على المايك. عفوا على الانقطاع، الان قاعد اتواصل ويا دكتور علي لكن النت عنده ضعيف، يعني الكونكت قاعد يصير عنده مشكله به. رجع ويانا دكتور علي. راح نفتح تليفون آخر دكتور علي، مع راح نفتح الصوت مع دكتور عبد الله. دكتور عبد الله اعتقد جهازك هواوي، انفتح الخط. دكتور علي هواوي واي 7 برايم، دكتور علي هذا الجهاز لك، ممكن تستخدمه. دكتور علي إذا تسمعني، الجهاز الثاني فتحت لك به الصوت، فقط اضغط على المايك. نعم دكتور علي اضغط على المايك. دكتور علي عبد الهادي فتحت لك الصوت من الجهاز، فقط اضغط على المايك. الو السلام عليكم. عليكم السلام دكتور، تفضل. اخيرا، ما تقول لي شنو المشكله صارت عندي، يعني ما اعرف. يبدو ان الفلاسفه غير راضين عنك دكتور. والله يبدو هالشكل. يلا اكمل دكتور، لديك 5 دقائق، هذا وقت ضائع. يعني انا بعد راح انتظر ردود الاساتذه
مداخلاتهم، وآسف يعني هاي اللي يبدو أن الكهرباء، أتمنى أن يكون قد أوصلت الفكرة أو ما أردت توصيله. تمام دكتور، بارك الله بك. إذا هيك تحضر للأسئلة. شكرا لك دكتور على هذا الطرح وهذه الفلسفة الرائعة. لدينا مجموعة من الأسئلة وكثير من المداخلين متداخلين. دكتور ناصر حجاج من أمريكا، دكتورة آمنة من الجزائر، والروائي نجم والي، ودكتور رائد جبار، والعدد كثير. نبدأ مع دكتور ناصر حجاج. دكتور ناصر تفضل. دكتور ناصر. نعم شكرا جزيلا، شكرا للجامعة المستنصرية، وشكرا على كل القائمين على هذه المنصة. بالفعل شيء يدعو إلى الاعتزاز، وتحياتنا للأستاذ البروفيسور دكتور علي المرهج. سؤالي هو، هل يرى من منظاره باعتبار هو مختص بالفلسفة ويحق له أن يعطي رأيه الآن، هل يرى الدكتور علي أن الرفض، مفهوم الرفض هو عنصر جوهري وأساسي من عناصر الفلسفة، وأن شخصية الفيلسوف لا تكتمل إلا بوجود هذا العنصر؟ هذا هو سؤالي، شكرا جزيلا. شكرا لكم دكتور ناصر. الآن نذهب إلى الروائي نجم والي. يبدو هناك أيضا انقطاع. تفضل أستاذنا العزيز نجم والي. لا بأس، سنأخذ سؤال آخر إلى حين عودة الأستاذ. لدينا الدكتورة آمنة من الجزائر، تفضلي دكتورة آمنة. السلام عليكم. السلام دكتورة، تفضلي. أشكر الدكتور علي على هذه السياحة الطويلة في مجال الفلسفة وفي تاريخ الفلسفة التي عدها تقريبا كلها فلسفة بالرفض، ومن خلال ما بدأ به وهو أن الرفض هو الشك، وأن الفلسفة قائمة على نقد ومراجعة ما تم من قبل. أسأله بعض الأسئلة إن كنت فهمت ما يعني قصده. ألا يعتقد الدكتور بأن الرفض هو صفة ارتبطت أكثر بالفلسفة التقليدية، الفلسفة التي تسمى الفلسفة النسقية؟ الآن نجد فلاسفة أصبحوا علماء اجتماع ومؤرخين ومحللي خطابات، إلى أي مدى يمكن أن نتحدث عن رفض عند هؤلاء الفلاسفة؟ السؤال الثاني، الفلسفة التي يعني تتحدث عن اليقين، هل هذا يعني أنها ليست فلسفة رفض؟ وأذكر في هذا المجال فلسفة التصوف في الإسلام، وقد جوبهوا ورفضوا لأنهم رفضوا وكانوا يبحثون عن اليقين وعن الحقيقة، هل هذا يعني أنهم لم يكونوا فلاسفة رفض؟ ما هي الحدود الفاصلة بين الرفض المعرفي والرفض القيم الذي تحدثت عنه وقلت هناك يعني أن مفهوم الرفض مرتبط أساساً بالمعرفة وليس بالقيم؟ يعني هل هناك حدود بين الفلسفة والقيم لكي نقول بأن الفلسفة مرتبطة بالمعرفة وليست بالقيم؟ ثم أعتقد بأن مفهوم الرفض كما طرحه الدكتور هو مفهوم عام، لأن الفلسفة كلها ترتبط بفكرة الرفض، والدليل على ذلك أن من يرفض دائما يؤسس رفضه على مقولة ثابتة. وأذكر في هذا المجال المثال الذي أعطاه عن ديكارت. ديكارت يقول أنا أفكر إذن أنا موجود. أليست هذه المقولة
مقولة ثابتة أو ثابتا انطلق منه ديكارت وأسس عليه فلسفته للرفض. مفهوم الرفض كما أعتقد وكما سمعته مفهوم هلامي عام لا يستطيع أن يحلل تاريخ الفلسفة ولا مفهومها أيضا، لأنه يحول الفلاسفة إلى قطبين، قطب رافض وقطب يؤمن بشيء معين، أو يحول الفلاسفة إلى قطب ضد أناس آخرين. وما رأيك في الأخير في فلاسفة الأخلاق اليوم الذين يؤسسون رفضهم للتكنولوجيا والمادة بالعودة إلى القيم؟ وشكرا. شكرا لكم دكتورة آمنة من الجزائر. لدينا الآن دكتور مخلص. دكتور مخلص تفضل. دكتور مخلص الزامل تفضل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية وحب لآداب المستنصرية وعميدها والقائمين على منصتها، والسلام على السادة الحضور جميعا، وأجمل التحية على الضيف المحاضر. من المسلمات في هذه الأمسية أنه عنوان المحاضرة لا يمكن أن يستوفى مطلبه ب 45 دقيقة، لا أعتقد أن المدة كافية لاستيفاء هذا المطلب. وأقول لأخي الحبيب الدكتور علي المرهج، كنت رائعا كعادتك أخي الحبيب، وقد لفتني قولك في ربط الدين بالفلسفة بعلاقة الجدل. ففي أصل الوضع، هل الفلسفة فرع من الدين أم الدين ضرورة من ضرورات الفلسفة أو ضروريات الفلسفة؟ وأثني على ما تفضلت به أختنا الدكتورة آمنة في هذا المضمار من علاقة الجدل، وهل أن هذه العلاقة، هل يمكن لنا أن نعد الفلسفة رداً على الدين، أم أن الدين جاء في بموازاة الفلسفة من أجل خلق القيم وتمكينها من السيادة والريادة؟ وهل السؤال الثاني، هل تجربة الكنيسة مع الفلسفة أو مع النظام المدني كما يسمونه جدلاً يمكن أن تنعكس على العلاقة مع المسجد أو الكنيس باعتبار أنها شواخص دينية واضحة في الواقع؟ ولماذا هذا الإلحاح على استعمال مفردة الميتافيزيقية التي تعني فيما تعني الغيب، يعني الغيب لدينا في الفلسفة الإسلامية أو في أدبيات الإسلام نحن نعتمد مصطلح الغيب أو مفهوم الغيب، وهو ليس مصطلح بل مفهوم. لماذا هذا التركيز على استعمال الميتافيزيقية دائما لدى الأكاديميين من أساتذة الفلسفة المعاصرين؟ شكرا لكم وشكرا للسيد المحاضر. شكرا لكم دكتور مخلص. نعم، لدينا سؤال آخر من الجزائر، الأستاذ نعم الأستاذ سهي رومي من الجزائر، تفضل. سهى سهي، أعتقد هنالك حاجة إلى نقطتين، تفضل الأستاذ العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي سهى. سهى تمام. نعم سهى، سأصحح مرة أخرى في كتابة اسمي، يعني هو هكذا يكتب، يعني دائما نكتبه بهذه الطريقة، ربما الخطأ في شهادة الميلاد أو لا أدري. في بداية أشكركم جزيل الشكر على هذه المحاضرة القيمة، وأشكر كل القائمين عليها وكل المتدخلين الذين شاركوا الذين أدلوا بدلوهم في هذه الجلسة العلمية المباركة. بصفة طالبة دكتوراه في جامعة البويرة تخصص نقد ومناهج في كلية الأدب واللغات، يشرفني كثيرا أن أزاحم العلماء في هذه الجلسة، وخاصة الأستاذة والدكتورة آمنة بلعلة، أرحب بها وأتشرف بمعرفتها من هذا المنبر، يعني حتى وإن كان موضوع فلسفي وليس موضوع أدبي، ولكننا نحاول أن نتحدث من الجانب الأدبي أو النقدي في هذا المجال.
مجال هذا الفلسفة والرفض. يعني ما لفت انتباهي في هذه المحاضرة أنه الفلسفة دائما في بدايتها ترفض منذ القديم، ليس في الحديث فقط. أريد أن أركز أو أريد أن أحصر ربما هذه الفلسفة في مجال معين في المغرب العربي أو في المغرب الأقصى عند عبد الله العروي. عبد الله العروي هذا الفيلسوف المعروف، أو ربما هو مؤرخ كما قال أنا لست فيلسوف أنا مؤرخ. بداية مشواره مع الفلسفة بدأت بالرفض عندما كتب كتابه الإيديولوجيا العربية المعاصرة، كتبه باللغة الفرنسية، نشر في أوروبا بداية، لم يكن معروف، لم يكن كتابه هذا قد نشر في المغرب، ولكنه عندما قبلت أعماله في المغرب أصبحت مقبولة في المغرب الأقصى. يعني هل يعني ما هي دواعي الرفض في البداية، ثم ما هي المحفزات التي جعلت كتابه يقبل أو يصبح مقبولا في المغرب وفي الوطن العربي وفي العالم بأكمله؟ هو قال بنفسه، قال لو كتبته بالعربية في البداية لرفض، كتبه بالفرنسية وجد بأن لديه قبول في مكان آخر، وبعدها عندما قبل في ذلك المكان أصبح عندما بدأ الرواج على ترجمة كتابه باللغة العربية، وجد هناك ترجمة ربما فيها أخطاء كثيرة، ترجمه هو بنفسه باللغة العربية. يعني هذا هو السؤال، لماذا ترفض الفلسفة في البداية وبعدها تقبل؟ ومثل فلسفة عبد الله العروي هي فلسفة قيمة جدا، يعني لديه مشروع علمي كبير، مشروع تاريخاني يدعو إلى الماركسية وغير ذلك، لماذا مشروعه يعني ليس مشروعا له قابلية في الوطن العربي؟ لماذا بقي محصورا في الكتب فقط؟ لماذا لم يصبح مشروعه فلسفي عظيم و يعني يصبح يعني يطبق أو ربما نستخدمه في الحياة العملية، في السياسة، في العلم وغير ذلك؟ هذا هو سؤالي أستاذ، وشكرا على حسن استماعكم وعلى هذه الشجاعة بهذا الطرح الفلسفي وهذه الأسئلة تنم عن اطلاع بالفلسفة. شكرا لكم دكتورة. شكرا أستاذ، أهلا. ندعوكم للاستمرار يعني الحضور في هذه المنصة، أنتم وكل الإخوان من الجزائر ومن باقي الدول العربية، شكرا لكم. الآن لدينا الدكتورة إسراء أحمد، تفضلي دكتورة. السلام عليكم، أنا مو دكتورة، أنا طالبة أولية. عليكم السلام، تفضلي إن شاء الله دكتورة، تفضلي ست إسراء. شكرا جزيلا. بس دكتور عندي السؤال، يعني هو السؤال الأول، ما مدى ارتباط إبداع الفيلسوف بالرفض؟ هل هو عنصر أساسي للإبداع عند الفيلسوف؟ يعني إنه إلا إذا رفض المبادئ ينتج الإبداع. والسؤال الثاني، هل يمكن أن نقول أن سبب تراجع الفكر العربي المعاصر سببه افتقادنا لعنصر الرفض؟ أم يعني هو سبب من الأسباب أم هو ليس كذلك؟ شكرا جزيلا. شكرا لكم ست أسراء. فلدينا أسئلة كانت بالشات حقيقة، بعض الأساتذة يرغب بطرح سؤال لكن لديه مشكلة بالنت. نذهب إلى سؤال الأستاذ الدكتور فائز الشرع أمين مجلس الجامعة المستنصرية، تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام دكتور، تفضل. عليكم السلام دكتور فائز. في البدء وجه التحية وواجب الشكر على تكريس هذا المحفل العلمي والثقافي لكلية الآداب وعميدها الدكتور عبد الباقي الخزرجي، وللقائمين عليها الدكتور علي وكل من نشط في هذا المجال وأسس له، وتحية خاصة لأخي العزيز الدكتور علي المرهج، ولا شك أنه دائما يتحفنا بالجديد
المحفز على التفكير وربما المحفز على الاختلاف. المحاضرة شيقة جدا، وإن يعني رفضها النت أو مارس عليها سلطة رفض يعني، لكنها أصابت حقيقة كبد المواجهة الفكرية وفتحت الشهية للكثير مما يمكن أن يصاغ من أسئلة والمواقف تجاه ما حققه أو حقق فيه الدكتور المرهج. لكن يعني لي أن أداخل في هذا الموضوع من عدة نواحي. الأول من هذه النواحي، هل إن الرفض الذي أسس له الدكتور المرهج هو منهج فلسفي نابع من فعل فلسفي أصيل وهو سلط الضوء عليه فحسب، أم هو منهج كشفي أسس له الدكتور المرهج يعني في اكتشاف حركة التفكير الفلسفي أنها حركة رافضة دائما، وهذا الأمر يحتاج منه لا تأطير منهجي يعني الأسس التي يقوم عليها الرفض، فعالية الرفض في هذا الموضوع، مواجهة المرفوض أو قبول بعضه، تعديل مساراته، القطيعة معه، يعني تحتاج إلى أمور كثيرة قد ربما لم لا يتسع لها مجال المحاضرة هنا، لكن يبقى هذا الأمر فاعل في الذهن. الأمر الآخر يعني أنا أعتقد أن يعني أكون هنا موازيا مع الدكتور علي، أن حركة الفلسفة هي حركة نقد أكثر مما هي حركة رفض، لأن الرفض فيه إثبات وعدم خروج عن الراسخ والمهيمن. أنت عندما ترفض شيئا فأنت تعترف ضمنا بسلطته وهيمنته عليك، وهذا يعني أن الإثبات أو أن الثبات هو الذي يعني يحرك فاعلية الرفض، والرفض لا يستطيع إلا أن يخرج بشكل فردي من حدود ذلك الإثبات. وحركة الفلسفة، وأنا عيال على المتفلسفة هنا، أقول أنها حركة إثبات أكثر مما هي حركة رفض. دائما كل فيلسوف يحاول أن يثبت طرحه بإزاء الفلسفة الأخرى، يؤيد، يجاور، يوازي، يضيف، يقاطع، المهم أنها حركة إضافة وحركة إثبات. من هذا الباب أن حركة الرفض ربما تكون حركة عدمية أو لحظة عدمية إذا ما استعرنا المصطلح والمفهوم الوجودي في أن كل اختيار هو عدم، وأشار إليه الدكتور في ذلك الموضوع. ولا أدري أيضا لماذا الرفض هو رفض للدين أو هو مواجهة مع الدين، هي مواجهات في لحظات معينة، لحظات فلسفية طبعا أعتقد في هذه القضية، يعني هنالك حركة موائمة مع الدين أو حركة يعني أو محاولة كما فعل أكثر من فيلسوف لاستمزاج لنقل أرض محايدة يعني بتعبير استعاري بين الدين وبين الشريعة والحكمة كما أشار ابن رشد وسبقه فلاسفة المشرق. يعني عموما لا أقول إلا أن هذا الموضوع يحتاج إلى تقعيد أكثر، تكليس أكثر. والدكتور علي لا شك أن رفضنا للرفض واعتبارا يعني أن النقد بدل الرفض هو أيضا محفز لأن يعني يبدأ لنا كعادته منهجا قادرا على فحص الفعالية الفلسفية باعتبارها رفضا لا نقدا ولا إثباتا ولا تأسيس. شكرا للدكتور علي، وشكرا للآداب العزيزة، وشكرا لكل المبدعين، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم دكتور فائز. دكتور علي، لدينا أيضا سؤال آخر بالشات. أسعدت مسام دكتورنا العزيز، ثم الزاوية أخرى ثم تزاوية أخرى تتحقق رؤية أكثر تكاملا لفهم الرفض الفلسفي، وهي النظر للرفض من جهة المقارنة بين المفهوم والمصطلح. فالمفهوم يتميز بخصوصية جدا مهمة وهي البراءة، مضافة لها النظافة، ولا يزال المفهوم يقف رافضا بكل ثقة لما هو أهل لأن يرفض طالما أنه لم يقع ضحية لبراثن التوظيف. والعكس مع المصطلح الذي تلوث حين اصطلح على المفهوم من المتغيرات المستفيدة من هذا التوظيف والتي قد يمثلها أي مستفيد. وقد أحسن الدكتور علي في إراده مثل سقراط، حيث رفض بثبات جملة من أفكار أيقنة التي كانت هناك بعض تقطيع يعني بالحروف. على العموم هذا السؤال كان من الدكتور أبو الهيجاء محمد من جامعة الأنبار كلية الآداب.
ننظر إذا كان هنالك سؤال أخير. نذهب إلى دكتور رائد. دكتور رائد رئيس قسم علم الفلسفة في كلية الآداب، تفضل دكتور رائد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الأحبة الأعزاء، السيد عميد كلية الآداب المحترم دكتور عبد الباقي، دكتور علي مدير الجلسة والمنصة، الأخوة الحضور، أهلا وسهلا بكم، ونرحب بحضوركم جميل في هذا النشاط الطيب الذي أقامه قسم الفلسفة بالتعاون مع التعليم المستمر في كلية الآداب على منصته، الذي وهذه المحاضرة الشيقة التي قدمها الأستاذ الدكتور المتميز علي عبد الهادي المرهج عن الفلسفة والرف. ونرحب بجميع الأخوة الأعزاء من داخل العراق وخارجه من الجامعات العربية ومن طلبة الدراسات العليا وطلبة الدراسة الأولية في قسم الفلسفة والأقسام الأخرى، أهلا وسهلا بكم. يبدو أن الفلسفة والرفض موضوعا شيقا ويستحق كل هذه المداخلات وكل هذه الحوارات من قبل المثقفين والأكاديميين الأعزاء. وفعلا كما قال الأساتذة الأعزاء هنا الموضوع يستحق الدراسة والحديث عنه كثيرا. يبدو أن الفلسفة والرفض موضوعا شيقا. استحضرت كتابا قد ألفه أستاذ الدكتور حازم مشتاق وهو من أساتذة الفلسفة في جامعة بغداد، تحدث فيه عن المنهج الفلسفي والرفض العربي، ولكن يبدو أن الطابع الأديولوجي هو الطابع الغالب في هذا الكتاب. وأعتقد أن الفلسفة والرفض هو يعني موضوعا أقرب إلى الجانب السياسي والجانب الثوري في مجال الفلسفة السياسية، ولكن الفلسفة والنقد هي الأقرب إلى الجانب الثقافي والفكري. أعتقد أن الدكتور علي طرح هذا الموضوع بمدياته المتنوعة فلسفيا ودينيا وسياسيا وأدبيا وثقافيا، ولكن أيضا رغم هذه النزعة، نزعة الرفض والنقد المتأصلة في لدى الفلاسفة والفلسفة، جعلت رجال الدين والفقهاء وعلى طول الخط سواء كان في الفكر الإسلامي أو سابقا على ذلك يرفضون الفلسفة والتفكير الفلسفي لأنهم ينتقدون ويرفضون الأفكار الجاهزة والنسقية. يبدو أن التفكير الفلسفي هو تفكير ثوري برمته يثور على السياقات وعلى الأنساق وعلى النماذج الجاهزة وعلى المسلمات، وهذا ما جعل الفلسفة دائما هي في صراع مع رجال الدين ومع الدوغمائيين الذين أشار لهم الدكتور علي المرهج. ما أعرف الدكتور علي المرهج، يبدو أن الوقت قد ظلمه كثيرا أو النت. أعتقد أنه الدكتور علي في جعبته الكثير وخاصة في مجال الفكر العربي المعاصر وهو الأستاذ المتخصص في هذا المجال. أعتقد أنه الفكر العربي المعاصر يخشى الرفض بسبب هيمنة المعتقدات وهيمنة النزعات الأبوية، ولذلك أعتقد أنه الفكر العربي فيه مفكرين قلائل اعتمدوا على الرفض وناقشوا هذا الموضوع بقوة، وكثيرا ما انساقوا إلى النزعات الأديولوجية والنزعات القومية في طروحاتهم الفكرية والثقافية. والدكتور علي أعرف والأخوة المثقفين يعرفون المشاريع العربية التي ارتبطت بالسياقات الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية. نتمنى من دكتور علي في مناسبات أخرى أن يشبع هذا الموضوع بحثا ودراسة، وأكرر الشكر والتقدير له ولكافة الحضور الأعزاء. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. لدينا آخر سؤالين.
لنكسب الوقت ونعطي مجال للدكتور علي للإجابة. سوف نذهب إلى دكتور نبيل محمد من الجزائر، وثم سنذهب إلى الروائي العالمي العراقي نجم موالي. مرحبا بالجميع. في تحليل مفهوم الرفض، أعتقد يجب أن نميز بين صنفين. الصنف الأول وهو النقد والتحليل، والانتقال من طرف من ثنائية إلى طرف آخر. هذا النوع من الرفض كان منذ القديم، منذ أفلاطون ومنذ أرسطو وحتى سقراط إلى عصر الانقلاب على الثنائيات. بعد هذا العصر، عصر الانقلاب على الثنائيات الذي يؤرخ له معظم الفلاسفة بنيتش، أصبح الرفض عبارة عن تفكيك للثنائيات، بمعنى أن هذا الرفض لم يعد انتقالا من ثنائية إلى أخرى، وإنما رفض لكل الثنائية ولوجودها أصلا. إذا ما حاولنا أن نحلل مفهوم الرفض ونؤسس لتصنيفات له وأبعاد وتحولات مفاهيمه من ناحية تاريخية، يمكننا أن نقول أن هناك نقد وأن هناك تفكيك استنادا إلى خلفية فلسفية تسير وفق ديناميات تاريخانية. فيما يتعلق بالجانب المتعلق بالفلسفة العربية، في الفلسفة العربية طرح مالك بن نبي مفهوم القابلية للاستعمار، وقد رأى بأن الشعوب المتخلفة تملك ذوات تطمئن إلى المستعمر وتؤمن بأيديولوجيته ولا تؤسس لأيديولوجيتها الخاصة ولقيمها وثوابتها. وفي هذا الطرح ينتقد بشدة مالك بن نبي، ينتقد المفكر المغربي عبد الله العروي الذي رأى أنه يسير في هذا التوجه ويؤسس لهذه القابلية للاستعمار، ورأى بأنه مجرد باحث أو مجرد مقلد لأستاذه ماسينيون. أعتقد أنه مفهوم الرفض يجب أن يكون دعامة مركزية في الفلسفة العربية المعاصرة حتى تستطيع هذه الفلسفة أن تؤسس لنفسها. وشكرا. شكرا لكم دكتور علي، عفوا دكتور نبيل. دكتور علي عبد الهادي، لدينا سؤال أخير ومن ثم سنعطيك الوقت. نعم، تفضل أستاذنا العزيز نجم والي. أستاذ نجم تفضل، فقط اضغط على المايك. المايك؟ نعم، ممتاز. مساء الخير، أنا سعيد جدا بالتواجد بهذه المحاضرة القيمة والممتعة من دكتور علي المهرج، لأن هو يقرب الفلسفة بشكل ممتع أيضا وبسيط بدون تعقيدات، وهذا الشيء حلو. وأحيي الأصدقاء الدكاترة اللي موجودين الآن في الجلسة أيضا. أنا عندي يعني هو مو سؤال، هو يعني شبه تكملة للحديث عن قضية الرفض، أنه كيف أنه هي امتدت أيضا للأدب أيضا، يعني الأدب العالمي اللي نعرفه الأدب الناجح هو اللي مبني على فكرة الرفض أيضا. الرفض بما معناه أنه دائما الأديب هو متحالف أو متحالف مع غائب، يعني مهما تكون قناعاته يعني مختلفة القناعات ما يكون يعني متفق مع واقع موجود، دائما هو يبحث عما هو أبعد مما هو موجود، اللي أسميه أنا متحالف مع غائب. ولذلك أعتقد يعني سارتر أو كامو هم الوحيدين اللي نقلوا أيضا فلسفة الأدب يعني بالجانب الروائي، يعني تلقى أعمالهم الروائية كلها مبنية أيضا على هذه الفكرة. فأنا يعني ويا إضافة أو سؤال أو يفهمها الدكتور علي المهرج مثل ما يريد، يعني هي ملاحظة من عندي أنه
الفلسفة يعني فكرة الرفض امتدت أيضا من الفلسفة للأدب ولقت شكلها التطبيقي خاصة عند جان بول سارتر والبير كامو خاصة، وبما يخص الألمان خاصة بالشعر الألماني، يعني الشعر الألماني ما يستطيع واحد أن يفصل عن الفلسفة على الإطلاق، هاي خاصية بالشعر الألماني، يعني ارتبطت الفلسفة بالشعر والشعر ارتبط بالفلسفة أيضا. ملاحظة بس من عندي يعني تكملة، وأشكركم. شكرا لكم أستاذنا العزيز نجم والي. الآن سيكون الوقت الدكتور علي عبد الهادي ليتحفنا بالإجابة، تفضل دكتور. شكرا جزيلا دكتور علي، شكرا جزيلا لجميع الأصدقاء الذين تداخلوا، شكرا جزيلا لجميع الأصدقاء الذين حضروا. يعني حقيقة من جيد أجده أن المحاضرة أثارت هذه التساؤلات، ومن أسماء مهمة ولها ثقلها الأكاديمي والثقافي. يعني أنا عذري أن في بعض المفاصل أن النت حرمني من توصيل بعض التكملة لبعض الأفكار التي وجدت أن هناك ملاحظات دارت حولها. يعني مثلا أنا لم أؤكد دكتور فائز أخوي وصديقي، أشكره على الإطراء وأشكره على المداخلة، لم أؤكد على أن الرفض ينبغي أن يكون رفضا للدين. أنا أشرت لفكرة أن هناك في الفلسفة الإسلامية طرفان، طرف من الممكن أن يرفض بالكامل الفلسفة، وطرف من الممكن أن يرفض الدين، وهناك فلاسفة وفقوا، وهناك متدينون أيضا وفقوا بين الفلسفة والدين الآخري. التأسيس لفلسفة الرفض حقيقة هي مصطلح مستخدم عند باشلار، ولكن باشلار غير واضح في مجاله العلمي. أنا حاولت أن أسحب على مجال الفلسفة بشكل عام، وأعتقد أنه فكرة النقد كما هي فكرة القطيعة عند باشلار، فكرة القطيعة لا يعني مغادرة الماضي برمته، وإنما فكرة إعادة، خلينا نسميها reconstruction، إعادة، وبالتالي هو الرفض مبني، سميته الوعي المسؤول، يعني ليس رفضا من أجل الرفض. وأخذت إحدى المتحدثات الأخوات من الدولة العربية، لم أستطع أن أجد اسمها بحكم انقطاع النت. عفوا دكتور، آمنة بالعلي من الجزائر، وكانت أيضا الدكتورة سهى من الجزائر، حفظهم الله. يعني كانت المداخلة هي تدور حول أن في الرفض هناك ثبات، وأيضا الفكرة أشار لها دكتور فائز أن في الرفض هو ثبات. أنا أقول أن الثبات في الفلسفة هو ليس ثباتا نهائيا، أنك لك الحق أن تنتقد هذا الثبات متى ما شئت. ثانيا، مفهوم القطيع اللي استخدمه باشدار واستخدمه بمناسبة الفكر العربي، وشكرا دكتور رائد اللي أشار لفكر العربي، ولربما سنخصص وقتا لهذا الموضوع ما يتعلق في الرفض في الفلسفة العربية أو فكر الفلسفة العربية المعاصرة والفكر العربي المعاصر. محمد عبد الجابر استعار مفهوم القطيع على الابستمولوجية من باشدار، ووظف توظيف آخر اللي هو سماه قطع ووصل. القطع ووصل انه هي فيها جانب ذاتي وجانب موضوعي. القطع مع التراث لا يعني اهماله، وانما قراءته وفق اللحظه التاريخيه التي هو فيها. الوصل معه هو فهمه في هذه اللحظه، فبالتالي يعني هذا سميه نفي، وبالتالي من الممكن استحضار لذاتك انت حينما تمارس. طبعا لا يخفى على جميع السامعين مقولة هايدغر اللي هي التقويض، وهذا هدم أيضا بالكامل، اللي هو أيضا تأثروا بفلاسفة البنيوية، وتأثرت تأثر بديريدة، وبعدين تحولت إلى مفهوم الاختلاف ومفهوم نقد المركزية الغربية إلى آخره من مفاهيم ما بعد الحداثة التي لم يتح لي الوقت، ونتمنى أكون هذا حاليا قاعد أوصل أو أشارك في توصيل الفكرة. أيضا أنا ذكرت الفلسفة الوجودية وما تفضل به أخي وأستاذنا أستاذ نجم، اللي أشكره كثيرا على الحضور والاستماع، فكرة كامو والمتمرد، وهي نفسها تقريبا تكاد تكون موجودة اللي أنا ذكرتها عند نيتشه، اللي هو مفهوم انقلاب القيم، ومفهوم السوبرمان اللي هو أيضا كان متمرد،
كان متمرد على ثقافة عصره، ربما كان متمرد على تقاليد عصره، على قيم وعادات عصره. هذا لا يعني أنك حينما تثور وتحاول أن تقوض ترفض الموجود أنك ترفض كله برمته، وإنما الرفض هو مبني على أساس أنك تحاول أن تعيد بناء ما هو سائد. يعني أحد الأساتذة اللي هو دكتور نبيل، أعتقد تمييز بين النقد والتحليل، هذا ما هو السائد في الفلسفة بشكل عام كمنهج للصدام، يعني منهج للكتابة كان نسميه، وأنا أتفق معك. لكن الرفض موجود، وأنا ذكرت أمثلة، وحتى دكتور فائز يعني قضية التأسيس المنهجي والتأسيس اللي هو ليست طبعا من ابتكاراتي، ولكن ما أستطيع أن أقولها أن الفكرة يعني استحضرتها أنا، لفتت النظر لها بشكل يعني قدر ما أستطيع، ولكنها موجودة في تاريخ الفلسفة، تاريخ سميته أنت النقد. ولكن أنا من وجهة نظري أن السفسطائية ترفض سقراط وسقراط يرفض السفسطائية، ولكن هذا الرفض لا يعني أنك تريد أن تقصي على يعني على كل ما قاله سقراط في الفلسفة. إلى ربما السفسطائية الديمقراطية الأثينية أو أثينا أعدم السقراط لكنها لم تعدم أفكاره، فبالتالي الرفض لا يعني الإقصاء بالكامل، وإن يكون يبدو بالمفردة العربية وسادلة العربية، وكثير من عندهم موجود هم أخوان وزملائي لربما يستحضننا في شكل أو آخر أو بشكل أو آخر. فبالتالي التأسيس اللي هو يعني فكرة الفلسفة حينما ترفض فكرة معينة، هي ترفض ليس لأجل الفكر كما قلت، لأجل الرفض كما قلت، ولكنها لتأسيس وعي جديد. هذا الوعي الجديد هو سميته أنا اللي هو مرتبط بصفات الفلسفة نفسه. يعني أنا أسأل مثلا كل الأساتذة، آتيني بفيلسوف يؤمن بالقطعيات، وإن آمن بالقطعيات فهو انتقل من مجال الفلسفة إلى مجال الأيديولوجيا، وهذا صار تحول عنده، وصار الوعي مالته تحول إلى وعي زائف بعبارة الماركسية. ولكن إن بقي في خانة الفلسفة هو لا يمارس يقينية. ولذلك اللي قارين كثير من الموجودين ربما يعرفون كتاب عصر الأيديولوجيا مال هنري إيكن. هنري إيكن يتناول مجموعة من الفلاسفة اللي هم يعني فلاسفة اللي هم من جاءوا فلاسفة ما بعد الحداثة، انتقدوا الحداثة. لماذا؟ لأنها تؤسس لفكرة يقين معرفي وفكرة الشمولية وعقل التنوير اللي أنا تناولته. وبالتالي فلسفة ما بعد الحداثة برمتها فلسفة رفض لفلسفة الحداثة، وفلسفة الحداثة برمتها هي فلسفة رفض للفلسفة التقليدية بكل أطرها وتنوعاتها. يعني هناك عيد عبارة فوك اللي هي مفهوم الأبستيم، هناك أبستيم معرفي جديد يتقاطع بالكامل مع الأبستيم السائد، يعني أبستيم ما الحداثة يتقاطع بالكامل مع أبستيم الفلسفة التقليدية وما قبل الحداثة، وأبستيم ما بعد الحداثة هابرماس يقول أنه تواصلي، يعني هناك عناصر مشتركة، وآخرون يقولون لا هناك قطيعة بالكامل، يعني تأسيس لمقولات أخرى. فإذا يعني التأسيس المنهجي لمقولة الرفض موجود تاريخيا، كما قلت أن الفلسفة تاريخها هناك ما يؤكد في تاريخ الفلسفة على طولها وبرمتها. وهناك فلاسفة آخرون لم أذكرهم، يعني صاحب مبادئ فلسفة المستقبل في أورباخ اللي هو رفض تأسيس الفلسفة، يعني الفلسفة على الدين، وأسس لمفهوم الإنسانية، ولكنه نقل الدين وكل مقولات الدين على أنها مقولات من إنتاج الإنسان، وهذا خلنا نسميه تبادل الأدوار. كثير عندي حديث، وأتمنى أنه أنا ما كنت ثقيل عليكم، وشكرا لكل المتداخلين، وسأأخذ بكل ملاحظات إن شاء الله، وأتمنى على الجميع أن إن كانت لديه مكتوبة يرسلها للدكتور علي، لأنني بعضها لم تصلي، وعذرا لمن لم أجيبه لأنني لم أسمع بعضها بسبب انقطاعات النت. أتمنى لكم جميعا موفقية، وشكرا جزيلا. شكرا لكم دكتور علي على هذه الإجابات، ومن لديه سؤال ممكن أن يرسل لنا السؤال، ونحن بدورنا نرسله إلى دكتور علي من أجل الإجابة. الآن وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من هذه الجلسة المسائية،
الفلسفية الرائعة، وهي مع الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر عميد كلية الآداب. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر والتقدير والمحبة إلى أخي وصديقي الرائع والمميز حقيقة الأستاذ الدكتور علي المرهج على هذه الحقيقة المحاضرة القيمة والمميزة على مدى نقترب من الساعتين، وتجاوز الحضور 130 من مختلف دول العالم، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الاسم الكبير الذي يتمتع به الأستاذ الدكتور علي المرهج معرفيا وثقافيا وحتى على مستوى العلاقات الاجتماعية، وهو رمز كبير من رموز كلية الآداب والجامعة المستنصرية. حقيقة يحق لنا أن نفتخر بهكذا نماذج مميزة من أساتذة كلية الآداب، لنا كل الفخر وكل الحقيقة الاعتزاز والمحبة، ومن هنا نتشرف بتقديم شهادة تقديرية باسم عمادة كلية الآداب حقيقة امتنانا وعرفانا واحتراما وتقديرا لهذه الجهود المميزة والكبيرة حقيقة للأستاذ الدكتور علي المرهج. نسأل الله له دوام الازدهار والنجاح والإبداع، وإلى أن نلتقي به في محطات معرفية وثقافية قادمة، نقول له شكرا جزيلا دكتور علي، وشكرا جزيلا لكل الحضور الكريم من العلماء والمفكرين والأدباء والنقاد الذين شرفونا من كل دول العالم وخاصة من الجزائر الشقيق، والحقيقة الأدباء من خارج العراق وأساتذة من داخل العراق، كل الشكر وكل المحبة وكل الاحترام لهم. وتبقى كلية الآداب القلب الكبير الذي يجمع الجميع، ونقول لهم على أمل أن نلتقي في محاضرة قادمة وعلم من أعلام كلية الآداب. تقبلوا تقديري واحترامي ومحبتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم دكتور عبد الباقي على هذه الكلمات، ونتقدم بالشكر مرة أخرى للدكتور علي المرهج وكل الحاضرين معنا في هذه المنصة من داخل وخارج العراق. دكتور علي شكرا دكتور عبد الباقي، أنا سعيد بسماع هذه الكلمات الطيبة التي هي تخرج من إنسان أصيل وطيب، ويعني يحترم تاريخ الصداقة والأستاذة والتلمذة والطلاب، وكل هذه المحبة إن شاء الله تدوم بيننا ومع الأساتذة الآخرين. شكرا لكل من حضر، شكرا أنحني لكم جميعا إجلالا وتقديرا ومحبة، وأعتذر لكم عن كل تقصير بدأ بسبب الكهرباء لربما أو بسببي. لا حجاك من التقصير دكتور، شكرا لكم لما قدمتموه لنا هذا اليوم من معرفة ولآلة فلسفية. إلى هنا زملائنا الأعزاء في نهاية هذه الجلسة المسائية الفلسفية الرائعة، نستودعكم الله ونأمل أن نلتقي وإياكم في الأسبوع القادم مع ورشة علمية ومحاضرة علمية أخرى. في أمان الله جميعا. Thank you.